يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. السؤال: هل قولها رضي الله عنها فلعمري هل هو قسم بغير الله أم ماذا حكمه؟ لا، ما هو ما قصدت القسم، هذا يجري على الألسنة، بالأول كان قسم لكن صار يستعمل ولا يراد به القسم. نعم.